السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطاجين اللي كيجي جديد، الطاجين المغربي، الطاجين اللي معروف هكايا عند المراكشيين، الطاجين المدربل. ندوزو هكايا المقادير وطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للطاجين المدربل، هنايا غنحتاجو الطاجين كيكون فيه هكايا الدنجال كما كتشوفوا، ثلاثه الحبات ديال الدنجال هكايا اللي كنقيهم، كنديرهم هكايا دواور وكنقليهم هكايا في الزيت ولا كنديرهم في الفران. وعندي هنايا واحد السلافه ديال الحمص هكايا كتكون مفزكه من قبل، كتكون هكايا مرطبينه، انا كانت عندي في المجمد زلافه هكايا كيبقى على حسب الذوق. وهنايا عندي شويه ديال اللحم، غادي نديرو شويه ديال اللحم ديال البقري، كيبقى على حسب الاشخاص شحال ديال الاشخاص هكايا، كديروا الكميه اللي بغيتو. شويه ديال اللحم ديال البقري. بالنسبه للتوابل هنايا عندي جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، سكين الخرقوم، التحميره، سكينجبير، شويه البزار، واحد شويه ديال القرفه، وشويه الملحه على حسب الذوق. وعندي هنا قزبر ومعدنوس، وهاد شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملحه غادي نديرو مع الحمص كيطيب. وهنايا عندي واحد البصله اللي قطعتها هكايا قطع صغيره بحال هكايا. وعندي هنا واحد المطيشه اللي حكيتها. وعندي هنايا الزيت البلديه. وعندي هنايا واحد شويه ديال الزعفران شعره، درتو في هاد الكاس ديال الماء بالعبار، كاس ديال العنبه كما كتشوفوا هو اللي غادي نديرو، كاس ديال الماء. ولا ما متوفرش هكايا الزعفران شعره كديرو الضامه ديال الزعفران. دابا غادي ندوزو هكايا للطريقه. هنايا عندنا الطاجين كما كتشوفوا، غادي نشعلو عليه هكايا البوطه. غنديرو هكايا شويه ديال الزيت البلديه ولا الروميه اللي متوفر هكايا واحد الكميه هكا صافي. وغادي ندير هكايا اللحم كما قلت لكم على حسب الذوق وعلى حسب اللي متوفر هكايا وعلى حسب الاشخاص. كنديرو هكايا واحد الكميه ديال اللحم. هنايا من بعد ما درنا هكايا اللحم غادي نسدو على الطاجين هكايا، وغادي نخليوه يتشحر لينا هكايا اللحم مع الزيت، وعاد نضيفو المكونات الاخرين. هنايا من بعد ما نخليو الطاجين كيتشحر غندوزو هكايا، غادي نديرو هاد الزلافه ديال الحمص فواحد الكاسرونه بحال هكا، غادي نديرو عليها الماء، الماء الكافي فاش غادي تسلق لينا هاد الحمص. وغنديرو هاد شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملح هكايا باش كيجي زوين هكايا صافي. غادي نشعلو عليها هكايا البوطه ونديرو هكايا كيتسلق. صافي غادي نديرو هكايا كيتسلق، وغندوزو هكايا للدنجال. من بعد ما كنخليو هكايا الطاجين كيتشحر ودرنا الحمص كيطيب، غندوزو هكايا للدنجال. غادي نقطعوه هكايا الدواور هكايا، وغنديرو هكايا في الماء، وغنديرو ليه شويه ديال الملحه باش هكايا ملي كنقليوه ما كيشربش لينا الزيت، اولا كدهنوه وكديروه في الفران، المهم على حساب الذوق. نقطعو هكايا دواور بحال هكايا كما كتشوفوا على هذا الشكل. هانتوما الطاجين راه معروف عند المراكشيين هكايا، الطاجين المدربل ديال الدنجال والحمص كيجي لذيذ، غير جربوه غيعجبكم. هانتوما على هذا الشكل كنقطعو الدنجال. صافي من بعد ما كنقطعو هكايا غادي ندير فيه الماء، وغادي نخليه كيترقد هكايا في الماء والملحه. هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما كيبدا هكايا كتشحر لنا الطاجين مع الزيت كما كتشوفوا، غير كيتشحر واحد شويه هكايا باش كيجي بنين هكايا، مع ملي كنطيبو هكايا كيكون اللحم هكايا كيتشحر كيجي بنين. هانتوما صافي. وغادي ندير عليه هكايا البصله، بصله هكايا مقطعه ولا محكوكه المهم على حساب الذوق. صافي غادي نخليها هكايا عاوتاني تشحر لينا هاد البصله مع هاد اللحيمات، تشحر هكايا مزيان، عاد نرجعو هكايا نضيفو باقي المكونات. هو هنايا من بعد ما كتنزل لينا البصله كما كتلاحظوا بحال هكايا صافي. دابا غادي نزيد هاد مطيشه اللي حكينا، وغنزيد هاد التوابل وهاد الثومه باش ما كيتحرقوش لينا هكايا، ما كنديرهمش في الاول باش ما كيتحرقوش لينا هكايا وما كيبقاوش عاطين المذاق. هانتوما غندير هاد القزبر ومعدنوس صافي. غادي نحرك هكايا حتى كتدخل هاد العطريه مع هاد المطيشه، عاد غادي نزيد هذاك الكاس ديال الماء اللي فيه هذاك الزعفران شعر. هانتوما راه كطلق البصله الماء، يعني كنديرو غير هذا الكاس صافي، هو فاش كيطيب لينا اللحم.
صافي غادي نخليها هكا، غادي نسد عليه شويه، عاد غادي نزيد هذا الكاس ديال الماء. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كيبدا هكا كتشحر لنا ديك العطريه مع ديك مطيشه مع البصله، صافي دابا غادي نزيد هذا الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران كما كتشوفوا، هو فاش غادي يطيب لينا هكايا، ما باقيش غادي نزيدوا الماء هانتوما. صافي هكايا صافي، وغادي نسد عليه هكايا الطاجين وغادي نخليه يطيب. من بعد ما يطيب هكايا الحمص غادي نديروه هنا في الطاجين، وغادي بعد ما يطيب لينا الحمص هكا يتسلق، غندوز هكايا نصفي هاد الدنجال من الماء وغادي نقليه. القليه ولا ديروه في الفران، المهم على حسب الاختيار. صافي بقاو معايا من بعد ما يطيب الحمص ونرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما كيطيب لينا هكايا الحيمات، من بعد ما كيطيب الطاجين هانتوما، هنايا الحمص ها هو راه طاب من بعد ما كيطيب هانتوما، من بعد ما كيتسلق. وهنايا الدنجال من بعد ما طاب ليا الحمص عاد قليته كما كتشوفوا ها هو. ودابا غادي ندوزو هكايا باش غادي نزينو كما كتشوفوا هانتوما. غادي ناخذو هكايا الحمص غادي نحطو هكايا فوق الحيمات هكايا هانتوما، كيجي طايب هكايا والطاجين هكا يكون طاب اللحم مزيان هانتوما. صافي كنحط هكايا الحمص من الفوق على هاد الشكل. صافي من بعد ما كنحط هكايا الحمص من الفوق بحال هكايا، صافي كناخد هاد الدنجال كما كتشوفوا من بعد ما قليتو، اولا كديروه في الفران المهم على حساب الذوق. صافي كنقادو هكايا على هاد الشكل، كنزين به الطاجين بحال هكايا هانتوما، كيجي بحال هكا. صافي على هاد الشكل هانتوما، من بعد ما كنقاد فيه الدنجال كيكون بحال هكايا هانتوما، بحال هكا على هاد الشكل. صافي دابا غادي نسد عليه وغادي نخليه واحد 10 دقائق وندوزو هكايا للتقديم الشكل النهائي. وهنا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، من بعد ما قدمته كما كتشوفوا قدمت معاه خبيز ديال الدار، هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي معلك ولذيذ. نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد، وبصحه وراحه.